حكايتنا النهاردة هنتكلم فيها عن سامي العدل رحمة الله عليه. انتهت حياته بموقف إنساني يعني ما كانش متوقع تماما في يعني في نهاية حياته انه يحصل موقف جميل زي كده. لما توفى الفنان سامي العدل في أنيسة اسمها دينا بركات كتبت عندها على فيسبوك بتحكي عن موقف إنساني جمعها بالفنان سامي العدل. بتقول فيه: أنا قابلت سامي العدل مرتين في حياتي. أول مرة كنت معزومة على خطوبة واحدة من صحباتي وهو كان قريب العريس وكان موجود. جالي تليفون، خرجت في البلكونة أرد وكانت أم بتكلمني بخصوص بنتها اللي محتاجة عملية على الرئة، وبسبب ضيق اليد البنت حالتها كانت بتسوق ومفيش فلوس مع الأهل ومش عارفين يعالجوها على نفقة الدولة. فضلت واسي الست وأقول لها أنا هحاول أساعدها في جمع مبلغ مثلا أو أحاول في إجراء نفقة أو على نفقة الدولة. خلصت تليفون لقيت سامي العدل الله يرحمه جنبي وبيعتذر لي انه سمع بالغلط كلامي وحابب يساعد الست دي، بس حلفني ان ما قلتش ان هو اللي ساعدها. وبالفعل تاني يوم قابلني واداني الفلوس، ودي كانت المرة التانية اللي اشوفه فيها. وقتها اكد عليا برضو ان ما قلتش ان هو، وقال لي ان لو في حاجة تانية او في حالة تانية قابلتها ابقى اكلمه، بس من غير ما حد يعرف علشان ما يكونش رياء من ربنا. لكن جه الوقت اللي الناس تعرف فيه الوش التاني ليه، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله، اللهم امين. الكلام ده البنت دي اللي اسمها دينا بركات دي اللي نزلته على الصفحة بعد فترة كبيرة جدا من وفاته تقريبا سنة، وقالت ان جه الوقت ان خلاص المفروض ان هي تعلن عن حاجة زي كده، لان السر اللي ما بينها وما بينه ان هو ان دي حاجة ما بينه وما بين ربنا لازم الناس تعرفها علشان تدايله. اما عن نادية شكري طليقة الفنان سامي العدل فتحدثت هي وبنتها رشا خلال تواجدهم ضيوف على احد البرامج في قناة النهار، وتكلموا عن اخر اللحظات في حياة النجم الراحل اللي توفى سنة 2015 وبعد صراع كبير مع المرض. قالت نادية شكري: لما سامي كان يعرف ان حد مريض ومحتاج او في فلوس محتاجها مثلا يقول لي فين كذا. قبل وفاته بشوية بكلمه على زميلة تعبانة، قال لي هبعتلك ظرف بس ما تقوليش انه مني. كان بيضايق جدا لو حد قال انه ساعد حد في حاجة ما كانش يحب يقول. سبحان الله، يعني في شخصيات الواحد ما بيبقاش عارف عنها اي معلومات وبعد كده بيتفاجئ بها. وتابعت كلامها وقالت: طول عمره بسيط زي ما هو، ما تغيرش لحد وفاته. قبل وفاته كنت بعمل مسرحية مع سامح حسين اسمها انا الرئيس، جي واتفرج عليا وعمل لي تحيات فظيعة، وما كنتش وقتها او ما كانش وقتها قادر يمشي كتير وكنت باخد بالي منه. بالرغم ان نادية شكري هي طليقته وهي والدة ابنته رشا، ولكن ظل الود ما بينهم حتى وفاته. اما عن علاقتها بعد الطلاق فقالت: كنت بحبه جدا، بس الحب بعد الطلاق ملهوش اي علاقة، لاني بحب عيلته لانها عيلتي التانية، اتربيت معاهم، كنت مرتبطة بيهم جدا، وعمري ما كنت زعلت او يعني عمري ما كنت زعلت حد ابدا ولا حد زعل مني، كانوا عشرة جميلة. بعد الطلاق فضلنا اصحاب، بقيت حاسة انه حد منهم كان حنين قوي يستاهل الناس تحبه. اما عن رشا سامي العدل فقالت: بابا قبل ما يتوفى ب 22 يوم قرر انه يجيب شنطته ويجي البيت، وامي قاعدة معايا في البيت وكان تعبان ما كانش قادر يتحرك. وقتها ماما كانت اللي بتساعده، وكنت اقعد اهزر معاه قبل الغيبوبة، كنت اغلس عليهم واقول لهم: ايه ده، انتوا مش متطلقين؟ يقولي مالكيش دعوة، انت طلعي منها. وماما تقولي: انت مالك، انا باكله. اقول لهم: لا يجوز، لا يجوز. ولما رحنا المستشفى قبل الغيبوبة ماما كانت معايا في المستشفى مش بتسيبني حتى بعد الغيبوبة، كانت بتحرص على التواجد وانا كنت دايما موجودة معايا. الحقيقة ان يعني العلاقة ما بين سامي العدل وطليقته كانت علاقة محترمة جدا وعلاقة مهذبة بالرغم من الطلاق، الا ياريت الناس كلها تتعلم حاجة زي كده. يا رب الناس كلها تتعلم ان العلاقة دايما لازم يكون فيها الود والاحترام مهما توصل بها الامر. واضافت نادية شكري:
يوم كان في ماتش الزمالك بيلعب ماتش مش مهم، فطلب منهم انه يقعد على الكرسي رغم الاجهزة، فقعدوه علشان ياكل. فجأة لقيته بيقول لي انت بتستعبطيني، حطي في الساندويتش زبدة وفوقه مربى. وقول لي يا حبيبي ما ينفعش انت مريض. قال لي بقولك ايه، هم مش عارفين اني مريض جايبينه ليه، او هم لما عارفين ان مريض جايبينه ليه جايبينه اكله. اسمعي اللي بقولك عليه، وخفت منه وعملت اللي هو قال عليه. وطبعا يعني كان دايما بيحمد ربنا على المرض اللي تم ابتلاءه بيه او اللي ربنا ابتلاه بيه في الوقت ده، وعمره ما اعترض. ولكن كان احيانا بيحصل له حالة يأس زي اي مريض يعني. وقالت رشا مرة تانية، قالت قبل ما يتعب بفترة ابتدى يبقى عنده عادة انه ممكن ينزلني من البيت الساعة 2 او 3 الصبح، يقول لي البنت يعني مشيت نفسي في شيء. يعني كانت دايما مثلا بيتمشى مع بنته، او مثلا بتوديه في اماكن مختلفة، وكان دايما بيلجأ لرشا على حد قولها. كمان سامي العدل كان في الأونة الأخيرة بالرغم من مرضه إلا أنه شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وكان واضح عليه ملامح المرض جدا وقتها. ولكن بعض الناس بيقولوا أن سامي العدل يعني مرضه كان من زمان، ولكن ما كانش أي لحد إلا بعد ما الموضوع تطور وقتها. أما عن زكي مكاوي فيتزامن يوم 2 نوفمبر مع ذكرى ميلاد النجم الراحل سامي العدل، الذي قدم مجموعة من أهم الأدوار خلال مشواره جعلته راسخا في الذاكرة. وطبعا ليس بسبب تلك الأدوار فحسب، إنما بسبب شخصيته المميزة التي طالما اشتهرت بجدعنتها وطيبتها الشديدة، مما جعله محبوبا بين زملائه واعتبروا أشقائه بمثابة الأب الروحي لهم، ويهدو أي نجاح في لمسة وفاء تظهر مع كل أعمالهم، الذي لا يزال اسم سامي العدل يتوج كل تترتها. أنا بس عايزة أقول حاجة، عايزة أقول إن شركة العدل جروب لولا سامي العدل ما كانت تقوم يعني. وده كلام سامي العدل نفسه، إنه دايما ومدحت العدل بصراحة دايما يقولوا إن سامي العدل هو أساس الشركة دي. 10 حقائق بقى هنتكلم فيهم النهاردة. اشتهر أثناء دراسته بلقب الجدع بين زملائه، بينما كان حمامة السلام هو لقبه بين زملائه من الوسط الفني، لما كان يقوم بأدوار اشتهر بها في الصلح بينهم في أي خلاف يحصل. حتى قيل أنه ينظم جلسة شهرية بين المتخاصمين لتصفية النفوس. المعلومة الثانية، بدأ التمثيل في أوائل السبعينات من خلال فيلم كلمة شرف، والذي تم إنتاجه سنة 1972، وده كان من بطولة الفنان الراحل فريد شوقي. وتوالت أدواره السنوية بعدها إلى أن بزخ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل السمان والخريف، وهي رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية. المعلومة الثالثة، ربما لا يعلم الكثيرون أن سامي العدل روضته فكرة الإنتاج قبل العدل جروب، حين قرر في منتصف الثمانينات تأسيس شركة باسم العدل فيلم، وكان حقد امرأة هو أول فيلم من إنتاج الشركة، وده كان سنة 1987، لتتوالى بعدها أفلام مثل الدكتورة منال تركس وحرب الفراولة ومجانين وامرأة للأسف. حقائق بنعرفها لأول مرة، في بعضنا عارفينها وفي بعضنا أول مرة يسمعوا كلام زي كده عن سامي العدل رحمة الله عليه، وإن هو كان ليه تاريخ مؤثر جدا أو دور مؤثر جدا في السينما والتلفزيون المصري. مش بس كده، ده كان ليه كمان دور مهم قوي في الصلح دايما ما بين زملائه، وإن هو دايما كان بيسمى حمامة السلام زي ما قلنا من شوية، وكمان كان دايما عامل كده في وسطهم زي الأخ الأكبر ما بين كل الممثلين وما بين كل الفنانين. رابع معلومة عندنا النهاردة، لولا سامي العدل ما كان في العدل جروب من الأساس، جملة قالها جمال العدل، وذلك لأن الراحل لم يكتفي بالعدل فيلم، وإنما حلم بتكوين إمبراطورية فنية يجتمع فيها مع أشقائه. وبالفعل أسسوا العدل جروب ليلقب بعد تحويل حلمه إلى حقيقة بإمبراطور الوسط الفني،
وطبعا قلتلك عليه اللقب ده لان الفكره او فكره ان هم ياسسوا شركه انتاجيه او شركه انتاج كبيره وبالحجم بتاع العدل جروب، كان لازم ان الحلم ده يبدا من حاجه بسيطه جدا. وفعلا سامي العدل كان بدايه الحلم، لدرجه ان هو كان احيانا بيضحك ما بينه وما بين نفسه على مدى الحلم اللي هو بيحلم بيه، بس في الاخر اصبح حقيقه وتم بالفعل. المعلومة الستة عندنا، كان صريح للغاية فلم يخفي ما يشعر به تجاه أي قضية، فهاجم مصطلح السينما النظيفة وهاجم الممثلات التي يتفاخرن برفض الظهور بأي مشهد به قبلة، بل واتهمنا بالازدواجية الشديدة لأنهن يرتدين المايو البيكيني على الشاطئ ولكن يمتنعن أمام الكاميرا. سبع معلومة عنده، انتقد ظهور المحجبات في التمثيل لأن ظهور الممثلة المحجبة وهي نائمة بجوار زوجها أو جالسة مع أبنائها في المنزل بالحجاب ستكون في تلك الحالة عبيطة أمام المشاهد وحالة غير منطقية. تامن معلومة قالها، أعرب عن استياءه من كثرة الإعلانات التي تدعو للتبرع خلال شهر رمضان، حيث قال في أحد البرامج ناقص إيد تطلع تقولك هات. تسع معلومة عن سامي العدل، رغم الأخبار اللي خرجت من وقت لآخر تؤكد عودة عمرو دياب للتمثيل، صرح باستحالة الأمر بل وراهن على ذلك بجملة قال فيها، عمرو لا يحب المنافسة ولن يقبل أن يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة في التمثيل، فهو يكتفي بأنه الأول في مجاله الذي تميز فيه ولا ينافسه أحد. وبالفعل معلومته دي كانت صحيحة 100%، لأن من وقتها لحد دلوقتي عمرو دياب لم يفكر في التمثيل مطلقا، وتاريخه السينمائي مش كبير ومعروف ده عن عمرو دياب، ومعروف كمان عن عمرو دياب إنه في الغناء نمبر 1، ولكن في التمثيل يعني ما تدربش كفاية أو ما عندوش مثلا الخبرة الكافية إن هو يبقى ممثل قوي جدا، وده بسبب إن هو اتجه للغناء أكتر. يمكن لو كان كمل في التمثيل وقتها كان ممكن يبقى موهبة كبيرة جدا، ولكن هو لم يكمل في ذلك. من أهم كمان الحاجات إن لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكد أنه على استعداد كامل لدفع مبلغ 50 مليون جنيه لعمرو دياب إذا دخل في تجربة سينمائية، و100 مليون جنيه إذا وافق على دخول مسلسل من إنتاج شركته. عشر معلومة عن سامي العدل، عشقه جمهور الزمالك بسبب انتمائه الشديد وعصبيته للفريق بشكل يفوق مشجعي الدرجة الثالثة. من ضمن التصريحات هجومه على النادي الأهلي، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يكسب بالحكام، كما أكد قبل وفاته أن عشقه للزمالك لا يرتبط بالبطولات. حين سأله المذيع عن شعوره في حالة خسارة الزمالك الدوري رغم تصدر المسابقة سنة 2015، وقال جملته الخالدة وقتها، وإيه يعني ما نشجعش الزمالك علشان يكسب البطولة، إحنا بنحب الزمالك بس. كان الحقيقة مشجع قوي جدا لنادي الزمالك، وكان من مؤيدي اللاعبين اللي هم ينتموا لنادي الزمالك دايما، ولكن دايما كان حاسس ان النادي ده مظلوم 100%. بعد عام واحد على وفاة سامي العدل، احد اهم الفنانين المصريين والذين قدموا الكثير للفن المصري، كتبت ابنته رشا العدل رساء عبر صفحتها على الفيسبوك وقالت فيه، وحشتني رسائلك ليا لما كنت بغيب عنك او اسافر، وحشني هزارنا مع بعض ودلعنا البعض، وكمان كنا بننقر في بعض ونغلس على بعض، وحشتني لما كنت بعملك على انك ابني واخدك في حضني، وحشتني حضنك ولمسة ايدك على كتفي وانت بتضمني ليك، وتحسسني بالامان ان الدنيا بخير، وحشتني ملامحك، وحشني الطفل اللي جواك، وحشني زعيقك وشخطك فينا، وحشني صوتك اللي كنت لما اسمعه من تلفزيون وانا في اي مكان اتخض وابص ورايا، وحشتني ضحكتك ونكتك، وحشني حسك اللي كان مالي عليا دنيتي. الحقيقه ان كلماتها كانت مؤثره جدا، وكمان كملت كلامها وقالت، ما اقدرش اتفرج على مسلسلات رمضان السنه دي والاقي جنب التلفزيون، اصل انت ما كنتش فيهم وانا اتعودت يعني اتفرج سوا، يتكلمني تسالني رايي، وتعودت اول يوم رمضان وكل عزومه فيه نتفرج كلنا معاك لما بيكون ميعاد عرض مسلسل ليك بعد الفطار.
ممكن الناس تنساك او تتناساك، بس انا عمري ما هقدر انسى روحي اللي سبب حياتي دلوقتي. كان نفسي تكون معايا دلوقتي وتشوف ولادك واحفادك. وكملي طبعا كلامها اللي يعني كان مؤثر جدا بصراحة، وانهت رسالتها قائلة زي النهاردة وبالتحديد في الوقت ده: تقريبا خبر وفاتك زعل ناس كتير، وانا الوحيدة اللي كنت معاك 7 ساعات متواصلة دموعي بتنزل لوحدها وانا ببوسك واقرأ قرآن وصوتي. وانهت طبعا الرسالة كانت متأثرة جدا بصراحة على وفاة والدها. رحم الله سامي العدل، الإنسان الفنان اللي كان دايما ليه أعمال خير كثيرة جدا، ورغم ذلك لم يفصح عنها مطلقا. الحقيقة كمان إن من أكتر الناس اللي متأثرين جدا بوفاة سامي العدل هي رشا سامي العدل، اللي هي بنته، تقريبا بنته الكبيرة، واللي كان دايما بيعتبرها بنت عمره، واللي كان قريب منها اكتر من اي حد. واضح جدا العلاقة الوطيدة اللي كانت بتجمع سامي العدل برشا سامي العدل، بالرغم من انهم احيانا كان ممكن يختلفوا زي اي اب وبنته، وكان ممكن يحصل ما بينهم مثلا اي مشدات، ولكن بعد كده بتذوب. اما نادية شكري فقالت خلال لقائها ان السبب الرئيسي وراء انفصال بين سامي العدل وبينها هي الغيرة المفرطة من جانبها، حيث عندما تزوجت سامي العدل كانت صغيرة في السن، واضافت: استمر الزواج ما يقرب عن 5 سنوات، ثم انفصلنا، ثم عدنا مجددا، وبعدها انفصلنا مرة اخرى. واوضحت نادية شكري قائلة: بجانب غيرتي المفرطة ايضا شقاوته كانت سبب في طلقنا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس علشان كل حاجة توصلكم انتوا قبل اي حد، واكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في الحلقة، واكتبوا لنا كمان ايه الشخصية اللي انتوا عايزيننا نتكلم عنها باستفاضة. كانت معاكم